بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 60 بعد 100. نتناول آيات من سورة الأنفال. الحلقة 60 بعد 100، نتناول آيات من سورة الأنفال. يقول تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الآية طبعا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إذا سمعتها ظننت أنها تتحدث عن القتال. طبعا الآيات نزلت في القتال، ولكن العبرة في القرآن بعموم النص لا بخصوص السبب. وبالتالي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل قوة، قوة العضلات. ندرب أولادنا في المدارس، لازم نرجع الرياضة والتدريبات الرياضية في طابور المدرسة كل يوم ساعة. ساعة للأولاد في رياض الأطفال، ساعة للأولاد في الابتدائي، ساعة للأولاد في الإعدادي، ساعة للأولاد في الثانوي، مش عايز أقول ساعة للأولاد في الجامعة. كل ما كان عندك أولاد بيتمتعوا بالرياضة بنشاط عضلي وساعة يوميا في الشمس، أنت عندك مناعة من الأمراض وعندك وقاية من الانحرافات، سواء الانحرافات الجنسية أو المخدرات أو السجائر أو الله سبحانه وتعالى يريد لنا هذا الإعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فأي إنسان بيحب ربنا، أي إنسان بيحب ربنا يهتم برياضة الأولاد والبنات من أول يعني ما يطلعوا على الدنيا كده، لازم يجروا يلعبوا في الشمس كل يوم ساعة. إعداد القوة لما يكون عندك ولد قوي يهابه الناس. يعني إيه يهابه الناس؟ لما يكون الولد ضعيف وعنده كرش ورهل والطلبة أو التلاميذ في الفصل يمد إيدهم عليه ويحسوا إن فيه ضعف. لكن إذا كان هو قوي، هو قوي على طول، ولا بد أن تربوا أولادكم على القوة. فمن شاب على شيء شاب عليه. إحنا بنعد القوة، قوة العضلات وقوة التكنولوجية. واحد يقول لك لازم القوات تبقى مسلحة بأحدث ما وصل إليه العلم. ليه؟ لأن لا يمكن أنا أستخدم دبابة في الستينات، دبابة من الستينات أو مجنزرات من الستينات عشان أحارب بها في 2013 أو 2014. مش ممكن أنا أستخدم سلاح قديم قدام سلاح جديد. ما ينفعش عندي سلاح طيران من السبعينات أو الثمانينات يعني أدافع به بطيارات هاي تكنولوجي تقدر تضرب بدون طيار، ما ينفعش. إذن القوة العلم. زمان كان القوة الرمي، لما ربنا سبحانه وتعالى وعدوا لو ما استطعتم من قوة، كان زمان القوة الرمي اللي هو التنشين، دلوقتي بقت قوة تكنولوجية، قوة علمية. مين يملك الاستشارة عن بعد؟ مين يملك طيارات بدون طيار؟ مين يملك صواريخ بعيدة المدى؟ مين يملك أقمار صناعية؟ مين يملك؟ وطبعا الدولة لا تعتبر دولة عظمى إلا بشروط. الشرط الأول أن تنتج القنابل الذرية، الشرط الثاني أن تنتج الأقمار الصناعية، الشرط الثالث أنه عندها قاذف صواريخ يعني بيعدي 60,000 كيلومتر، وهكذا. فهل أنت عندك كم دولة إسلامية قوة عظمى؟ إذن العالم كله يحارب، العالم كله يحارب أي دولة تستطيع أن تحصل على السلاح النووي أو يكون عندها أقمار أو قاذف بعيد المدى. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بإعداد القوة، لا بد أن يكون عندنا قوة تكنولوجية وقوة نووية. ولذلك تجد الصراع كله على السلاح النووي. لا يملك سلاح نووي يملك سلاح ردع، ما عندوش سلاح نووي خلاص يسمع الكلام. اللي عنده قوة هو اللي يملك أن يملي شروطه. عندك قوة يبقى يعني تملي شروطك، ما عندكش قوة اسمع كلام. يعني أنت ممكن تمتلك السلاح النووي مش عشان تضرب الناس نوويا، لا، أنا مش بمتلك السلاح النووي عشان أضرب الناس نوويا، لا، أنا بمتلك السلاح النووي عشان يبقى فيه تعادل في ميزان القوة. ما حدش يهددني، ما حدش يقول لي أنت ما عندكش حاجة، ما حدش يقول لي أنت ما عندكش علماء، ما عندكش تكنولوجيا، لا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كلما كان عدوي متقدما في سلاحي يجب أن أكون متقدما في سلاحي. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. يعني عدوك الحقيقي هيخاف منك عشان القوة النووية اللي عندك. طب في ناس تانية لازم تعمل لك ألف حساب قبل ما تقرب لك. عشان كده بنقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، بتخوفوا عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إذا كنت قويا في دارك فأنت قوي في وسط أهلك، قوي في وسط جيرانك، قوي في بلدك، قوي. ولذلك الإسلام يربي أولاده على العزة. امشي رافع راسك، امشي شافط بطنك، ما تمشيش مهزوز. اللي بيحب النبي يمشي مشية النبي فيها عزة، اللي بيصلي صلاة النبي فيها عزة،
يعني سيدنا عمر رأى رجل يصلي كده وخاشع وبيتذلل، قال ارفع رأسك لا تمتنا أماتك الله، إنما الخشوع في القلب. يعني إذا أنا مش مطلوب مني أتموت أتمسكن وأنا بصلي، فما بالك بقى إن أنا أتمسكن وأنا بشحت، إن أنا ألم فلوس للمشروعات. لا لا لا، مش مطلوب مني أن أشحت من حد ولا ألم حاجة من حد. المسلم في عزة، احفظ ماء وجهك. وجاءوا للإمام أحمد قالوا الرجل يجمع الأموال لمشروعات الخير، قال لا يجوز. قال إنه يجمع لمشروعات الخير، ومش عارف مستشفى إيه، سرطان إيه، ومعهد إيه. قال لا لا لا، ماء وجهه أولى، ماء وجهه أعز وأكرم. وحضرة النبي كان بيمد يده يقبل صدقات، اللي كان بيجيب صدقات كان بيجيبها قدام الناس كلها وتجمع في المسجد قدام الناس كلها، ما حدش يلم صدقات، ما فيش إمام مسجد يلم صدقات لنفسه. إحنا مش بنعمل أئمة شحاتين، لا، ممنوع إمام مسجد يلم فلوس بنفسه، ممنوع. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بعد إعداد القوة يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. لما يكون عندك قوة الناس تطلب السلام، لكن لما ما يكونش عندك قوة أنت اللي تطلب السلام فتتذلل وتقدم بقى مبادرات، مبادرة للصلح تطرف، طب مبادرة للصلح وتتنزل شوية وتطرف، ومبادرة للصلح تفضل تتذلل تتذلل. ما أنت ميزان القوة مش في صالحك، ما هو لو ميزان القوة في صالحك تقعد وتحط رجل على رجل، ولما يجنح للسلم وإن جنحوا للسلم فاجنح له. لكن انت اللي عمال تتذلل وتطلب وتتذلل وتطلب، خلاص بقى قدرك كده. وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. لو انت مؤمن ومع الله صح ما حدش يقدر يخدعك. لو انت مؤمن مع الله صح يعني ما حدش يتمكن منك، لان يتمكن منك اعداء الله يبقى بذنوبك. ليه؟ ولقد خانوا الله من قبله فامكن منه. لو أنت مع الله صح ولسانك مؤدب وعفيف وبتحب الخير للدنيا كلها ربنا يحفظك، إنما تغلط وتغلط وتغلط هتقع حتى لو كنت بتقيم الليل، فاحفظ الله يحفظك. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. في ناس بترفع شعارات السلام والمصالحة وهم مش كده خالص، ممكن. والله سبحانه وتعالى يقول رسولي وألف بين قلوبهم، اللي بيجمع القلوب ربنا سواء على باطل أو على خير. يعني لما ربنا بيلقي حب واحد تلاقي الدنيا كلها بتحبه. القلوب بيد الرحمن يصرفها كيف يشاء. ولذلك ممكن تجد الناس بتحب واحد بتاع اغاني، ممثل بتاع، فيه من الصفات ما يؤهل ذلك، كريم، خدوم، بيحب الخير لازم. لكن لو هو شراني وبخيل و الناس هتكرهه ايا كان. وبعدين النهارده بقى عندنا، يعني زمان كنا نزم مثلا بعض من يعملون في الفن او بعض من يعملون في الرياضه، النهارده طلع ان في رياضي بألف داعيه، رياضي واحد بألف داعيه. تجد مثلا عندك حد ينصر الاسلام في موقعه، وحضره النبي قال كل مسلم على ثغر من الثغور، ثغر رياضي، ثغر طبي، ثغر فني، ثغر اقتصادي، كل واحد ماسك حته، اوعى الخيانه تيجي من الحته دي. وان يريدوا خيانتك فايه؟ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. دايما المؤمن يقول حسبي الله، مش حسبي عشان يتقلب على الناس، لا، حسبي يكفيني، يدافع عني، يكشف لي الخاين، يا رب اكشف لي الخاين، يا رب يا رب اكشف لي الخاين. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لو أنت دفعت للناس دي ملايين عشان تحبك مش هتحبك الحب ده. تجد الناس بتحب واحد قوي 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 وهو ما دفع لهمش حاجة، ناس بتحبك قوي 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 وأنت ما دفعت لهمش حاجة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. مين اللي بيخلي العباد تحب عبد؟ ربنا. كما ورد إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا، ثم ينادي جبريل في الملائكة في الملأ الأعلى يا ملائكتي إن الله، يا ملائكتي إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض، وبعدين تنزل الملائكة على القلوب تخلي القلوب كلها تحب فلان. مين اللي خلى فلان الناس تحبه؟ ربنا. يا رب ألف القلوب يا رب، يا من بيده القلوب اجمع القلوب على طاعتك يا رب، يا من بيده القلوب. والله سبحانه وتعالى يؤكد ان اللي بيألف القلوب ربنا، واللي بيخلي الناس تحب انسان ربنا، واللي بيخلي القلوب تكره انسان ربنا، اللي بيحول القلوب ربنا. عشان كده يقول لك ايه، لا تشغلوا انفسكم بالدعاء على ملوككم واشغلوا انفسكم بالتقرب الي، اشغلوا انفسكم بالدعاء الى الله، ما تشغلوش أنفسكم بالدعاء على الملوك والظلمة. ليه؟ فإن القلوب بين أصبعي الرحمن يقلبها كيف شاء. فإذا عبادي أطاعوني وجهت قلوب حكامهم أو ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن عبادي عصوني وجهت قلوب ملوكهم عليهم فأذاقوهم سوء العذاب.
إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة من روضة القرآن، انتظرونا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي.